بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تقبل منا صيامنا وذكرنا وعبادتنا واجتماعنا واجعله في صحائفنا ووفقنا لما فيه الخير وأعنا على صيام رمضان بالتمام والكمال واجعلنا من المعتقين فيه يا أرحم الراحمين ورب العالمين. هذا المجلس هذا المبارك مجموعين فيه متعدد الأعمار، كاين اللي هما أطفال شباب، وكاين هما اللي متوسطين، وكاين اللي كبار في السن. وكان إفطار جماعي في هذا الشهر ديال شعبان. الحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك هذا الشهر هذا يغفل الناس عنه ما بين رجب، لأنهم الأشهر الحرم ورمضان، وكانوا يكثر فيه الصيام. ومن الحكمة باش نشوفوا ديال الصيام أن النساء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا تيوخروا القضاء ديال الأيام ديال العادة الشهرية اللي كانت عندهم حتى لشعبان. علاش هاد الشيء هذا؟ لأنه هما النساء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو المشرع، لأن مصادر التشريع أولا كتاب الله والسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي بغى يحيد السنة راح يحيد الدين كله، لأن الشهادة باش تدخل الإسلام إلا قلت لا إله إلا الله راه ما دايزهاش، راك مازال ماشي مسلم. حتى تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا إله إلا الله هو القرآن ومحمد رسول الله والسنة. إلا حيدتي السنة معنى حيدتي محمد رسول الله. فلهذا شنو تفهموا مننا؟ شوف الرحمة ديال الإسلام. عندك كلات المرأة العذر ديالها وكانت تتاكل، ولكن ما بيناتش قدام وليداتها، وخا عندها واجب عليها تفطر باش ما تنتهكش الحرمه ديال رمضان تتاكل بالخزنه. وهذيك الايامات اعطاها الاسلام 11 شهر قال لها ايوا. فالنساء الرسول صلى الله عليه وسلم وهن اكثر النساء ايمانا وتقوى وخشيه، لان في بيت النبوه حتى شعبان، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم هذاك شعبان باش يونسهم، باش ما تبقاش هي عاود صايمه وحدها، باش يشوف داك الانسجام ديال الراجل مع مرتو، ماشي هي تشرق هو يغرب، لا تنتعاونوا، اول ما نتعاونوا فيه على طريق الله عز وجل. فلهذا كان هذا الافطار هذا الجماعي. هذا الافطار الجماعي ما كانش غير واحد السن معين، لا حتى الاطفال وحتى الشباب. وبين قوسين هذا تنقولوا ديال المراهقين، هذا بين قوسين، ما هو في الاسلام راه ما كاينش مراهق، حتى ديك السميه كلمه ديال المراهق تي فيها شي معنى سلبي. المراهق زعما انت دابا راه ما، وفي علم النفس يقول لك اودي راه داك المراهق تيشوف راسو كلشي مدحت معاه، كلشي متخاصم معاه، قال لك حتى الباب كان مولف حتى يدخل تيدخل طويل هكا، وطوال هكا تيدير لها تيضربوا الباب لهنا، تيقول انت الباب مدحت معاه يا با، مدحت معاه يا امي، ما فهموش. تيخصهم تيقول لك لاعبه سيدنا علي كرم الله وجهه، لاعبه هذا ما تيتنسبش للرسول صلى الله عليه وسلم، لعب مع الوليدات، لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اسرك الحبل على الغارب. وهذا لاعبه راه ما تيفهموهاش الوالدين ديالنا، تيقول لي سير لعب في الزنقه، راه ماشي هو هكاك، هذاك غادي يضربو ويعور لي عينيه، ماشي هذا هو. لعب انت معاه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيمشي الذات الشريفه والرجل ديال الدولة وكل شيء فيه، والمجاهد والمقاتل كان تيمشي على يديه ورجليه وتيطلع فوق منه الحسن والحسين، وتيقول لهم نعمة الراحلة راحلتكما ونعمة العدلين أنتما. شنو معنى هذا؟ هذا هو لاعبه، ماشي يقول لي راه قال لك لاعبه وتلوحوا للدراري باش يتكرفصوا عليه ويضربوه ويهرسوه ويعوروه وكذا، لا لا انت اللي تلعب معاه انت. لهذا واحد الوليد أباه ولا رئيس مصلحة، كان موظف عادي ولا رئيس مصلحة، قال لي يا بابا حيت كنت موظف عادي كنتي تتلعب معايا، ودابا طلعتي رئيس مصلحة ما بقيتيش تتلعب معايا، وكنتي تتعطيني خلاص كل شهر واحد القدر ديال الفلوس وداك الشيء. قال لي وليدي دابا الأشغال، وأنا دابا تنجمع لكم أنتوما الفلوس باش غادي تعيس مريح وداك الشيء هذا. قال لي شحال زادت لك با في الاجره ديالك ما بين موظف وما بين رئيس مصلحه؟ واش قال ليه تقريبا مثلا 10000 ريال، حنا باش نقربوا 10000 ريال اللي تزادت ليا. قال لي واخا با، ايوا بدا يمشي لعندو تيقول لي عطيني الشهريه ديالي، عطيني الشهريه ديالي. واحد النهار جا لعندو قال لي ابا راه بغيت نعطيك واحد الحاجه. قال لي شنو هو؟
قال لي داك الشيء اللي تتشد في هذاك ديال سميتو انا جمعته لك دابا اجي العب معايا. اش عندي ما ندير برئيس مصلحه وانا ضيعت انا الاسره ديالي؟ لاش تنفعني انا هذا رئيس مصلحه ولا تنفعني؟ فينا هي الجلسه مع المراه ومع الوليدات؟ هذا خطأ اللي تنرتكبه. لهذا شنو تيخص؟ نلعب الوليد ديالي سبعه ونأدبو سبعه، وحيت تنعاود المفهوم عاود الخطأ ديال التأديب، غير تنسمع نأدبو وتتبان لي العصا. صافي هذا هو اللي تأديب. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب الشيء نقط بيدي. حتى هذيك اضربوهن اللي كاينه في القرآن ديال العيالات، وشكون اللي غادي يشرح لنا؟ ماشي انت. غادي يشرح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو افضلهم. عمرو ضرب؟ عمرو ما ضرب الا ان يكون في الحرب. ايوا جد، انت الراجل ربى البنت وكبرها حتى ولات قدا قداش وعطاها لك وليتي تزرق ليها عينيها، ما اي حق با ما بقاش يقدر يضربها. ها المفاهيم الخاطئه، ها هي شنو اديبهن. شنو هو الاداب؟ الاداب والتربيه هي سلوك. تيشوف فيك اش تدير. شي بنيته جالس البوهاز جورنال تيقراه، فاذا بها دار هكا والباكيه ديال الكارو محطوطه تمايا، هزات الكارو دارته في فمها وجات ياخذها ليها. علاش؟ انا اللي غيضربها. قالت لي علاش انت؟ علاش دارت فمي؟ هذا هو الادب، هذا هو التاديب. حنا دابا الان في الديور عندنا الرعايه. شنو الرعايه؟ شري لي الماكله، شري لي الصباط، شري لي الحوايج، وسير دير المدرسه، خرجي خلصي سوا اضافيه. هذه تتسمى الرعايه، يمكن لكل واحد يقوم بها. ولكن التربيه والتأديب لا يقوم به إلا الوالدان. ولا رجل صالح يؤدبك بأخلاقه هو، لأن أعين الناس تنعقد على فعل الشخص قبل أن تنعقد على قوله. ولهذا العلماء باتفاق، دابا الخطأ اللي عندنا دابا كاين، دابا فلان عالم، فلان عالم. شوف صحوا المفاهيم، شكون هو العالم؟ قال لك الإمام مالك رحمه الله: ليس العلم بكثرة الروايات، وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب. نصحو، راه مشى القلب، ما بقيناش نهضروا عليه، ولينا تنهضروا على كمبيوترات تهضر. واحد عنده قال لا هذاك الشيء راه دابا صافي، ولا يسبي فضل لي انا من هذاك الشيء كاع كله، يعمر لي آلاف ديال الكتوبه. العلم ها هو عند العارفين بالله. قال لك: ليس العلم بكثرة الروايات، وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب. لأن الله عز وجل أش قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لي شوف، عندنا صحابي، شكون هو أول صحابة؟ شكون هو؟ سميتو؟ أول صحابة، أعلى الصحابة. ها؟ تبارك الله عليك يا ولدي. أبو بكر الصديق ما كاينش فوق منه. سيدنا علي تاعك. ما كاينش فوق من أبو بكر الصديق، لا سيدنا علي ولا، لو كان هذاك لو كان هو اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم في سميتو. لا لا لا، أول، ما قلتش الأوائل، ما قلتش الأوائل، السؤال مدقق. تبارك الله عليك، سميتك يا ولدي؟ ها؟ ياسين الترابي. ياسين، تبارك الله عليك ياسين. شوف دابا السؤال، ما قلتش شكون هما الاوائل ديال الصحابه كما قلنا مبشرين بالجنه، اش قلت؟ اول فضينا، لان حتى السؤال معلمه تقري وليد. قالت لي دابا انا عندي ثلاثه ديال الليمونات، اعطيتك جوج ليمونات وزدتك ليمونه، شحال ولا عندك؟ قال لي اربعه. قالت لي شوف دابا ها وحده، ها جوج، ها ثلاثه، شحال عندك؟ قال لي اربعه. غادي تسخن، قالت لي شوف عندنا تفاحات، نبدلوا الليمون، عطيتك جوج تفاحات وزدت لك تفاحه، شحال عندها تفاحات؟ قال لي ثلاثه. قالت لي ورجعوا لسميتو الليمون، عطيتك جوج وزدتك وحده، شحال عندك؟ قال لي اربعه. بغات تضربهم؟ قال لي لا، عندي وحده، عندي وحده هنا. شي سؤال، شحال عندك؟ قال لي شحال عطيتك؟ راه الدقه في السؤال والفهم حتى هو خصو، ما نبقاش دابا غير في البلاصه نجاوبو. قال لك فهموا السؤال نصف الجواب. حيس قالت لي شحال عندك؟ عنده اربعه. قال لي وحده عطاتها لي ماما، ثلاثه عطيتها لي انت، هي اربعه. فكان ردوا. فاول الصحابه والاول باعتراف الصحابه انفسهم، سيدنا علي وكل شيء، شكون هو؟ ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق ما تعذبش كما تعذب بلال رضي الله عنه. ابو بكر الصديق ما كانش وسيف الله للسنون بحال خالد بن الوليد. ابو بكر الصديق ما كانش بحال ال عمران اللي صبرا ال ياسير، اللي هو ال ياسير. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: ما سبقكم ابو بكر بكثره صلاه ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. هذه عباده القلب، تتفوت داك الشيء ديال برا، تتفوت داك الشيء العمل ديال برا. القلب سير حج 10 د الحجات،
السير مقسوم اسميته رجب وشعبان ورمضان وزيد ليها شوال، ولكن اش القليل فيه؟ داكشي علاش نردوا البال. وعلى في الحديث اللي روى ان النعمان بشير في الاخر ديالو، وهذا صحيح صحيح مسلم وصحيح البخاري، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. احنا غادي نختموا ان شاء الله. فبالنسبه لحنايا لهاد هاد هاد الشهر هذا شنو سنديروا فيه؟ دابا عندنا واحد المبدا باش نتوما كلكم ان شاء الله تكونوا معنيين به باش نطبقوه. رجال التربية يقول لك شهر رجب شهر الغرس، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. المفاهيم اللي فهموها بعض الناس اللي ما عندهمش التصور ديال قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعان. ايوا تيكثر من الصيام فسميتو في رجب مزيان، وتيكثر الصيام في شعبان مزيان، وفي رمضان يكثر القراءة القرآن. ايوا ماشي غير هذاك، ماشي هذا هو السلوك الجماعي الجهادي اللي دار الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الناس اللي ضايعين. لهذا واحد سولني نهار الجمعة بعد ما كملت الجمعة، قال لك شوف أستاذ خصك دير الجمعة الجاية واحد الخطبة على دوك عبادي رمضان. اللي رمضان تيكونوا الناس بزاف عامرين وتيدوز رمضان واحد شوال الجمع تيخوى. حيت خممت وبديت نشوف تنصيب الخطأ ماشي عندهم، الخطأ عندي انا وعند هذاك اللي طرح هذاك الطرح. علاش ما قمتش بهذه العمليه بثلاثه؟ لان هذاك اللي جاي في رمضان باش يصلي وتيجي سبقنا، دابا انا مولف دابا هو المدن دابا راه تيخلي واحد التمكين دابا في رمضان، وتا تمشي تصيبو جا دوك الضياف عمرو الجامع هما كاع ما عندك البلاصه ديالك انت فين تجلس. علاش باقي عنده واحد الحماس وواحد الايمان وكل شيء؟ انت باقي هو دابا هذاك المعن ديالو متسع، هذاك صاب اجواء اللي دار سيدي ربي سبحانه وتعالى ينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصير وتفتح ابواب الجنان وتغلق ابواب النيران وداك الشيء. حيت مشى رمضان مشات هذيك الاجواء، ما درتيليش انت الاجواء بحال هكا، فكانت عليك تعرض عليه انت من رجب تجيبو مرحبا وداك الشيء هذاك. شكون اللي يقول ما يكره هاد الخيرات هذه اللي محطوطه الله يكرم الاخوه اللي سميتو؟ شكون اللي يكرهها؟ يقول لك لا ما بغيتش نجي، يجي وكل شيء هذاك. واش تدير ليه انت؟ دابا بديتي انت، هذا ما يسمى غرس الشجره المباركه، انت بديتي تتغرس. اشنو دابا شعبان ها انت تتسقي، في رمضان ايوا نديرو حفله ديال الاسره وديال الشعبه، تكونات الشعبه وتكونات الاسره. في شوال بدات تسير العمل ديالها هكا باش تكون. فلهذا هاد الشباب هذا من نعمه ديال الله بهم، سيد ربي عار بهم الخير. دابا اليوم وانا تنتذكر على واحد الشاب مع واحد السيده، تنقول لها ودي دابا هذا حنا نعاونوه بالدعاء. علاش؟ لان راه هاد الاجواء دابا تتخلع. هادو جاب لهم الله هاد الناس، واش هذا مسالي وهذا مسالي وهذا مسالي باش يجي ويجلس مع هذا ومع هذا؟ ولكن الضروره الاسلاميه جابت باش ان هاد الشباب هذا هو المستقبل ديال الاسلام. هادو بحال هادو اللي تبنى عليهم الاسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوش يتعاملوا معهم المعامله ديال الدراري الصغار يقول لي سيروا تلعبوا برا، لا هادو هما اللي جوج وليدات خوت داروا عند واحد قال لي ورينا يا عمي ابو جهل فينا هو؟ تيشوف فيهم قدام قد السيف، اش غادي من ابو جهل؟ قال لي ورينا ابو جهل، حنايا راه ابو جهل بغينا نقتلوه حنايا، وتيتسابقوا باش يقتلوا ابو جهل في الجهاد باش ينالوا واحد الدرجه عليا. بمعنى ان هادو حيت عرضتوا عليهم وجاو وكرمتوهم وتعاملتوا معاهم المعامله ديال الرجال وكل شيء، هو ماشي معنى انه حيت يجي هكا غادي يبقى جالس هكا ولا لا، الا سبناتي يلعب في الزنقه الكره حتى حنا نشجعوه على الكره، لان هذاك العمر ديالو. ولكن نوجهوه لا يمشي. علاش تصيبوا دابا اطباء تيدير محاضره على الكارو ويبين لك المفاسد ديالها ويقول لك قال موريس جرينغ من علماء التشريحات في امريكا الكارو فيه 350 مرض اقله اصابه الرئتين بالسرطان، وتيصفقوا ليه كل شيء هذاك، وحيت يخرج للبيفيت تيجي واحد الكارو قدو قداش وتيبقى يشرب الحليب ولا اتاي ولا العصير ولا شي حاجه. يا هو عدر لي محاضرة بأنه خطير، هو تيكمي من يجي الكما من هذه المرحلة اللي كنتي فيها أنتوما، سقى فيه من تما
ودخل الجامعة ولا شي حتى ما بقاش يقد يخليه. فانتم فسخكم الله عز وجل مع هاد المؤمنين باش ينقذوكم، باش تدوز هاد المرحلة هادي. دابا انتم في الرون بوان باش تدوز هاد المرحلة بسلامة. وما دابا عليها تنصيبوا دابا عاود بنات طبيبات بالحجاب، منين جا الحجاب؟ في هذه المرحلة هذه صابت اللي غادي يوجهها واللي غيوري ليها، وتلاقات في الجامعة مع سميتو مسلمين وداك الشيء هذاك، ولات طبيبة وبالحجاب. فلهذا حنا بغينا هذا الشباب هذا يبقى محافظ على الذات ديالو، الصحة ديالو، العقل ديالو. هاد المؤمنين هادو يساعدوكم باش تكونوا مجتهدين، ماشي غير يكون عندك المعدل، تكون من الأوائل في القراية ديالك. بغاك باش تكون متقدم في الدين ديالك وتكون متقدم في الدنيا ديالك بجوجهم ان شاء الله. فهذه الجلسه مباركه، نطلب الله يوفقنا فيها لما فيه الخير، ويكرم الاخوه ديالنا اللي كرمونا، ويبارك لنا في هذا الشهر المبارك، ونوجدوا ان شاء الله باش نغرسوا هذه المسائل باش في رمضان ان شاء الله نحصدوها. اللي صاب شي شاب ولا شي حاجه يقول لها اجي اجي ذوق الحلاوه، راه ماشي الحلاوه هي النشاط، راه الناس في قطر دوك العالم حيت كانت لا كوب، دوك الاوروبيين الدعوه اللي كانت ديالنا شنو هي؟ الدعوه هو ان هادوك قال لي هو كنا تيسحب لنا من العمر ديالنا بان الشرب هو النشاط، وهاد الناس لا شطيب لا شرب. قال لك واحد انا قطعت لا شرب انا كاع، انا تيسحبني انا راه ما نشطو حتى نسكرو عاد نشطو. ساعد الناس المغاربه عرفتي اش داروا؟ ودوخوا عباد الله تمايا في قطر، ومشاو دابا لسميتو الافريقيا عاود دوخوهم تمايا بالسلوك ديالنا. فلهذا حتى انتم تقول الشباب اجي وتشوفوا، راه ماشي النشاط هو هذاك الشيء، تبرع وكل شيء وتحس راسك انك نقي وما تخزن على باك ولا تكذب عليه، بل باك براسه هو تجيبه. طب الله يوفقنا لما فيه الخير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.